طيب خليني أعيد بشكل مختصر. في البداية عملنا إمبورت للفيديو تاع 45، ضفت أنا القلعة هاي هون، يمكن لغاية اللحظة هاي يعني ما عندي مسبب لاستخدامها. أضفت، خليني ألغيهم أرجع أضيفهم مرة ثانية عشان تضلك متذكر معي في الفيديو. هذا أنا كاين محركه بالغلط التايم لاين. أضفت من قائمة لاير نيو نال أوبجكت اثنين، أو سوري تو نال أوبجكت، هذول الهدف منهم أمشيهم على تراكر عشان أستغلهم لاحقا. هاي نال أوبجكت واحد، بلاش بني، وهي نال أوبجكت اثنين، مكانهم فوق اللاير تحت اللاير مش كثير بيأرقني. رح اجي احكي الجزء الاول، الجزء الاول من اللقطه رح امشي ان الاوبجكت واحد اللونه ازرق والاصفر للجزء الثاني من المشهد. تعال احنا على ايش حكينا، نعمل تراكر على هذا، كليك على اللاير الفيديو تراك موشن، هاي زوم ان على الماوس، كبر، خذ لي الحجر هذا اللي هون، خليه بالله ظاهر معي اكثر. هسه التحليل اللي انا بدي اعمله او الاناليز اللي انا بدي اعمله ما في داعي اعمله لللاير كامله او للتايم كامل، راح اعمله لغايه ما يخرج هذا العنصر معي من المشهد، وهو فعليا بعد ما يخرج من المشهد راح يضرب التراكر. عيني على التايم لاين في البداية وعيني على التراكر، وهي ابلاي. هو بتخيل بعد النص بشوي، هسه ما بعد ذلك راح يعمل، راح يضرب، هي ضرب شايف، خلاص ما في داعي اكمل، هي ستوب. وحتى لو انا عملت ستوب مباشرة ما عندي مشكلة. الان هذا التراكر رقم واحد، إذا التارجت مين راح أمشي عليه؟ النل رقم واحد، هي أبلاي. أوكي تعالي للتراك الرقم واحد، سكر هاي، بس بدي أعمله برضو ما إله قيمة. هاي التراكر على الحجر بدي أحطه، امشي التراكر، كليك برا عشان نشوف التراكر ضل، أو النل أوبجكت ضل ماشي معه. هسه هون شايف ضاع. الآن التحليل القادم للفيديو ما بدي أحلل من هون، بدي أحلل من هون من هون من هون، أهم شيء إنه يكون الحجر ما زال موجود معي والتراكر الأول ما زال موجود معي كامل. نسكر لنا الأوبجكت، نرجع للفيديو مرة ثانية. ما قبل ما أشتغل بدي أدور أنا وأنت عنصر يضل معي بالمشهد بقية الفيديو اللي هون، أندرو ابعد عنه لأنه بيتحرك بيتماوج بيدور، السماء ابعد عنها، تعال نطلع على الشجرة هاي على الجبل هذا اللي هون، دور على إشي أقصى اليسار لأنه الفيديو بيتحرك على اليسار، إشي أقصى اليسار عشان أحافظ عليه ثابت معي. يعني بناخذ هاي الشجرة، بناخذ الجبل هذا اللي هون، ناخذ هاي اللي هون، ناخذ هاي البقعة اللي هون، بيمشي الحال. ترى ثبتت أنا نقطة بدايتي، هاي تراك موشن، هاي المشهد اللي أنا بدي أبحث عنه، هاي أنالايز عيني عليه. بطيء الفيديو نوعا ما، الريزوليوشن تاعه جيد، الصورة اللي أنا ببحث عنها حجمها شوي كبير، أبعادها بعني حجمها أبعادها كبيرة فبياخذ وقته. شايف اندرو، لو استخدمت اندرو بحرك ايده حرك جسمه، مع انه هو اسهل اشي للتتبع، بس لانه بيتحرك ما اخترته، اختار اشي ثابت في الباك جراوند. هاي التراكر، هذا التراكر مين؟ الاصفر اللي هو مين؟ نال تو. هاي اوكي، وهاي ابلاي، وهاي اوكي. تعالي على التراكر الاصفر، ترانسفورم
بوزيشن. هذا انا وين اخترت الشجره هاي اللي هون؟ تعال نحضر انا وانت من البدايه. التراكر الاصفر اصلا هو متى راح يشتغل معاي؟ في النص الثاني من الفيديو، اللي راح يبلش معاي التراكر اللي لونه ازرق او النل. خلينا نبطل نحكي تراكر، يصير نحكي نل اوبجكت 1 ونل اوبجكت 2. النل اوبجكت 1 راح يتحرك معي، هيو ثابت. الان هون راح يدخل على المشهد مين؟ حركة النل اوبجكت 2، صح؟ هسا بدي اسالك سؤال، سكر هذول. لو اجيت بدي التنين يتحركوا مع بعض، بتحكي لي ما بقدر، ما هو النل اوبجكت 2 هون ما له حركة، هو هاي لونه اصفر ما له حركة، راح يضل ثابت في البعد هذا بالشاشة، راح يضل ثابت ما راح يتحرك. متى راح يتحرك؟ بس يجي دوره. فشوف علي، لو اجيت حكيت للنل 1 مين راح يتحرك اول، واحد ولا اثنين؟ واحد واحد. واحد راح يتحرك اول، بدي اجي لاثنين احكي له انت الاب تاعك واحد. الاب بس يتحرك بحرك الابن معه، التشيلدرن متى ما بده بيتحرك. ركز على مكانهم هطول التنين، الاصفر صار تشيلدرن لنل 1، نل 2 تشيلدرن لنل 1، يعني الاصفر راح يتحرك زي ما بتحرك نل 2، صح؟ شايف؟ صح ولا لا؟ صح. طيب الان بعد نص الفيديو مين راح يبلش يتحرك؟ نلتو حيصير يتحرك. النلتو راح يصير يتحرك لحاله، هاي يتحرك لحاله، لكن مكانه شو ماله؟ غلط. غلط دكتور. طيب نرجع، شيل البيرنت واحكي لنل 1 انت الاب تاعك نل 2. عكستهم، تعال نحضر. نل 2 نل 1 لونه ازرق ثابت، الاصفر ما راح يتحرك الا تمنو يجي الدور تاعه. هاي هون، هون الدور تاعه. هسا اللي لونه ازرق هذا اللي هون خلص الحركه تاعته، هاي هون خلصها هون. هسا هذول انت عارف كل هذول ربش، هون بخلص الحركه تاعته، لكن الحركه تاعته هاي شوف، هاي قاعد بتحرك، بس بتحرك زي مين في المكان هذا اللي هون؟ اثبت لك ذلك. هاي كل هذول ديليت على الكيبورد عشان ما تحكي ليش هاي له فريمات. هاي بتحرك، بس هاي الحركه تاعته من وين جابها؟ نون الاثنين من نل 2، من اللون اصفر. ففعليا فعليا بخلي نل 2 ابن لنل 1. نل 1 اللي هو البلو بيتحرك، بس يخلص حركته بيصير يتحرك زي مين؟ زي الاب بتاعه، بصير تشيلدرن لهذا. هسه الصورة هاي اللي هون اللي انا اخذتها على الفوتوشوب، او اللي انت راح تاخذها على الفوتوشوب وتعالجها وتشيل الباك جراوند منها وتعمل غباش حوالين الاطراف عشان تبين شفافه ومغبشه، من هون على اين الاوبجكت بتمشي فيهم؟ على اثنين، على نل اثنين. عنلته صحيح. شوف شيل لي اياها بالله، لان هي تحركت. طلع الصوره وين؟ هاي هالصوره، حرك. هاي نل 1 بيتحرك، الان نل 2 بيتحرك، هاي الصورة ثابتة على الجبل في مكانه. هسا انت بدك تتفلسف وتحكي لي طب انت يعني عجقت الدنيا وعملت لنا تونا الاوبجكت ومشيت واحد على واحد ليش؟ طب ما انا بامكاني اعمل انالايز للفيديو من المكان اللي بدها تظهر فيه.
القلعة هون بيمشي الحال، لا ما بيمشي الحال لعدة أسباب، لأنه المكان اللي تمشي فيه القلعة ممكن ما يكون ظاهر معك، هاي شغلة. الشغلة الثانية ممكن إنه هاي الكاميرا، ممكن إنه هاي الكاميرا أو المشهد هذا اللي كان يصور هون وتحركت الكاميرا للأعلى وجابت فيو أكبر، ممكن تكمل الفيو، تكمل لهون وترد القلعة تخرج من المشهد، وإذا خرجت من المشهد بصير بدنا الأوبجكت ثالث، بصير واحد بيمشي على اثنين واثنين بيمشي على ثلاث، وممكن يكون ثلاثة بيمشي على أربعة، لأنه ممكن الكاميرا تكون بتتحرك من أقصى اليسار لأقصى اليمين وترد ترجع. يعني تخيل حالك ماسك كاميرا وواقف وبتدور، فما في عندك عناصر متماثلة للتراكر يمشي عليها. فالهدف من الكلام اللي أنا حكيته إنه نورث الأب، نعطيه أبناء، بحيث إنه أي حركة بدها تصير في داخل المشهد كلهم يتحركوا زي بعض، شايف؟ بحيث إنه في أي لحظة أنا بقرر أمشي عنصر زي مشية الكاميرا، بمشي على آخر تراكر أنا عملته. ممكن أوجد حلول أخرى، آه ممكن، طرق أخرى، آه ممكن، لكن من أهدافي ومن الأشياء اللي أنا وياك بدنا نجربها ونطبقها، اللي هو يعني من أهداف محاضرة اليوم استخدام النال أوبجكت، إشي كثير مهم. والشغلة الثانية نتعلم كيف نخلي أب وأبناء أو ابن إله أب. لو إجيت أنا وإنت على الفيديو، بعرفش، ممكن بكون هون بيشتغل بطريقة مختلفة. اطلع هو أصلاً المشهد النهائي اللي هو صنعه، شايفه؟ يعني اطلع القلاع، طلع المشهد تاعنا، يعني هو حط قلعة هون كبيرة، قلعة في الأفق، يعني أعاد توزيع القلاع، الألوان عنده غير الألوان عندي، الغيوم. نفسها السماء نفسها؟ لا مش نفس لا مو نفسها، غيرها. يعني اطلع كم عنصر عمل، غير السماء وضاف واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، هذولا كلهم تم إضافتهم على نفس المشهد، هذولا كلهم أنت بستعملهم هون، هذولا كلهم بدهم يمشوا على آخر تراكر اللي هو لونه أصفر، وخصوصا السماء، لأنه السماء بتبلش تظهر معاي من بداية المشهد حتى نهايته. ممكن هو هون في الفيديو أشوف الله كيف اشتغل، سكند بوزيشن. على فكرة هو اعتمد إنه الكاميرا فيها ارتجاج، إذا بتلاحظ كم تراكر عمل، سوري كم بوينت عمل، عمل تنتين، هيهم بوزيشن وروتيشن، واعتبر انه الكاميرا فيها روتيشن. رجعني بالله للفيديو الاصلي، مع اني انا وياك انا ما شفت الكاميرا فيها روتيشن. فيها روتيشن؟ لا مش مبين. لا مش مبين، بس هو يعني يمكن من باب الاحتياط عمل الروتيشن، اخذ تو تراكر ومشي عليهم نفس اللي احنا عملناه، انتقى اشي مختلف. كيف هذا زبط معه؟ يعني هذا التراكر، اختيار التراكر مؤذي نوعا ما. هذا وين راح؟ وين هذا؟ فوتوشوب فوتوشوب، هاي افتر افكت، هسه طلع للفوتوشوب اخذ الصورة هاي كباك جراوند، بعرفش ليش، وفرغ الخلفية. هذا فوتوشوب قديم، يعني ممكن الخصائص تكون فيه مختلفة. فرغ الخلفية، عدل على الشبابيك، لغى شبابيك من بعض القلاع بحيث انه تكون انه ما في تماثل. آه
انت بتعرف انه القلاع هاي كلها يعني جاية معي صورة بي ان جي واحدة، صح؟ زي ما هو اشتغل. معاي شباب؟ معك معك يعني هو القلاع، الاربع قلاع او الست قلاع هاي صفتهم في الفوتوشوب وجابهم. بصير برضو، وبصير انك تضيف الست قلاع مباشرة هون، تضيف هذول الستة هون، اشي كبير اشي صغير برضو بصير، بس يمكن هو اسهل عليه ما بعرف، بس هو نظف الصورة. والسكاي اشتغل عليها تقريبا بنفس التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليها، لا مش بنفس التكنيك، واشتغل على الماسك، قص الجزء السفلي من السمع الماسك، ولا بتهيأ لي؟ على الماسك، ايوه ماسك. استخدم فلتر اسمه فوتو فلتر عشان يغير التدرجات اللونية. يعني هذا كثير في أفكار الفيديو. يعني بصراحة هو تعب، تعب كثير في الفوتوشوب، أو بالأحرى اشتغل في الفوتوشوب كثير، مع إنه هاي القلعة بقدر أعمل لها إيديت هون في الفوتوشوب. نقدر مباشرة أتوقع لازم تكون مفرغة عشان نعرف نشتغل عليها. هو انا بدي افرغها، بس بدي افرغها هون. يعني خدها على الفوتوشوب وفرغها، واعمل لها دبليكيت ستة هون، ارميهم على لاير واحد في كومبوزيشن واحد، تفتح فوتوشوب وتاخذ ريزوليوشن الصفحة هاي كامل، وتعمل سيش سين على قده، تدمجهم هناك وتجيبهم زي ما بدك. بس بدي افرجيك برضو شغلة إضافية، يعني موضوع الفلاتر وهو أهم ثالث عنصر في الافتر افكت. طلع السطوع قديش شديد، سطوع المشهد، هاي لاير الفيديو. ذكرني احكي لك عن موضوع الادجستمنت لاير بعدين، ذكروني فيها. هاي لاير الفيديو، هاي افكت. بدي اعطيك اسهل اشي، كلر كوركشن كيرف، هذا من أسهل الفلاتر اللي أنت ممكن تستخدمها. وين نزلته أنا؟ على الفيديو. شايف؟ افكت، هاي كيرف، هاي ديليت. شو عندي كمان إشي سهل وبسيط؟ كلر كوركشن كيرف ليفل، لا ليفل بده شغل. انا بدي اشي يعني جاست وان كليك تشعر بفرق. في اشياء بسيطة، ممكن تعدل الكونتراست والبرايتنس. هي زي تاعت الفوتوشوب، هاي البرايتنس، اوتو كلر، في بلاك اند وايت. هي فوق الكونتراست والبرايتنس، رابع واحدة. هاي يعني بتحول المشهد تاعك لابيض واسود، ممكن تلعب بشدة البياض وشدة السواد. يعني بتعرف البلاك اند وايت هاد، يعني لو تتعب عليه شوي
طبعا مش بلاك اند وايت، يعني بلاك اند وايت يعني بتتعب عليه شوي مع شوية فلاتر، بصير المشهد النهاري مشهد ليلي، بس مش ابيض واسود ابيض واسود. يعني قائمة الكلر كوركشن تصفحها، يعني فيها شغلات معقدة وفيها شغلات سهلة. هاي البرايتنس أنا بصراحة لا أخفيك علما مش كثير بضغط عليها، موضوع الكلر كوركشن، مع إنه موضوع كثير مهم. عشان هيك قلت لك ذكرني في الأدجستمنت لاير، وإذا لاحظت معي في الاي ليرنينج ونضفتهم أنا. سينما ستايل افكت، هذول التنتين هذول مجموعة هائلة جدا من السينما ستايل افكت، افكت مكتوبة غلط. اوكي، مجموعة هائلة منهم، يكفي انك فقط تستخدمها. جاهزين؟ بس هاي اشوفك في القاعة عشان اعلمك كيف تعمل لها انستول. شو تعمل اديت؟ تمام، شو اللي بدي اياه منك؟ بدي اياه منك تجرب النل اوبجكت على تراكر عادي، وبعد ما تجربه على تراكر عادي صراحة فيديو 45 أكثر إشي أنا حصلته معبر، لأنه المشهد قاعد بتحرك معاي من أقصى اليسار لأقصى اليمين. متى بتشعر بأهمية النل أوبجكت فعليا؟ إذا كان في عندك حركة دائرية للكاميرا، يعني الكاميرا بتدور دورة كاملة في المشهد من أقصى اليسار لأقصى اليمين، زي كأنك ماسك الكاميرا وبتلف تاخذ مشهد عام، زي كأنك بتصور 360، زي كأنك بتصور بانوراما. هون راح تشعر بأهمية النل اوبجكت. بعد ما تجرب النل اوبجكت لحاله بتجرب تو نل اوبجكت، وبتخلي واحد يمشي على الثاني، بعدين بتجرب هاي الكلر كوركشن. مش كثير بهمني الآن لأنه في له جزئية راح نشتغل عليها. بصراحة لا غنى، لا غنى عن الفوتوشوب. يعني هاي الصورة اللي أصلاً هو أعطاك إياها، هاي افتحها على الفوتوشوب. وشو أفضل خيار إحنا حكينا؟ select subject من قائمة سلكت. subject وبعدين ديليت. شو اعمل؟ في هذا الخيار اللي عند اللاير من تحت على المستطيل اللي فيه دائرة سوداء. الماسك لا دكتور، هاي ترى ماسك. اعمل كنترول شير هذا الماوس شو اعمل؟ كنترول دي هذا شباب، ايه؟ كنترول دي، كنترول دي اللي هي انفرس سيلكشن او دي سيلكت. سوري مش دي سيلكت، كنترول انفرس دي سيلكشن، بتعمل كتير السلكشن نفسه. انفرس، انفرس سيلكشن. هاي ديليت، ما باك جراوند احمر او ما في باك جراوند زي ما بدك، يعني مو منك تشيل. مش عملت انا انفرس سيلكشن؟ هاي انفرس، هاي ديليت. هي مش لاير هاي اصلا، هاي دبل كليك عشان تصير لاير. هاي ديليت، هيني فرغتها. ماشي حالها، بس انا شو خسرت؟ صح؟ خسرت هذا العشب.
هذا العشب انا بدي اياه، يعني انا فعليا بدي الغي كل هذا. مثلا سافرجيب هاي، هذا يعني انا هذا بدي اشيله، والباك جراوند هاي اللي هون بدي اشيلها، وهاي اللي هون بدي اشيلها، وهاي اشيلها، افرغ هذا اللي هون واجي على البرش تول، ولا برش تول هاي برش تول الريز تول، اسف معلش، بس بدور على سايز منيح. مش لو فرغناها زي الأول وبعدين دخلنا على الماسك بتاع التفريغ وبينا العشب اللي تحت كان أسهل؟ بصير بصير، بس انا بدي هاي، انا بدي هاي، شايف؟ آه، ما هاي قصدي إنه زي الماسك بصير التفريغ، والشغلات اللي زيادة بتصير تظللهم بصير يبينوا. يا عيني عليك، صح، بس بدي انا برضو العشب هذا، انت بس ترد ترجعه يكون في الشفافية هاي اللي هون، عشان بس آه تركب تحس انها بلت ان. سطوع كبير بينهم، سطوع صحيح. كبير، عشان هيك هو اذا شفت في الفيديو اخذ صورة من هاي وحطها باك جراوند في الفوتوشوب، وصار يسوي في التدرج اللوني، وبرضه هاي ما بتأرقني في الفوتوشوب، لاني انا ممكن وين هاللاير تاعت الصورة هاي، ممكن انا اجي هون وكمان قوي الافتر افكت، ممكن اجي هون والعب بالكيرب تاع الالوان تاعت الصوره، واضيف عليها كمان افكت ثاني وثالث ورابع، حتى اقدر ادمجهم مع بعض. وبصراحه ما بيأرقني الموضوع، هي كمان مره بحكي لك، الموضوع ما بيأرقني، لاني انا اصلا بس اخلص كل الشغل، اضيف المباني، اضيف السماء، اضيف الشمس، بغير لون المشهد كامل، مش بغير كل واحدة على حدة، مش عنصر عنصر، المشهد كامل بغير لون. هسه مبدئيا يعني اللي بهمني اليوم انك تستطيع انك تتعامل مع النال اوبجكت للمرة الاولى اللي بتشتغل فيها، بتحكي لا خلاص ما في داعي للنال اوبجكت، خليني استخدم اللاير المعنية في الانيميشن على تراك موشن مباشرة. بس تيجي تشتغل في كومبلكس بروجكت راح تكتشف انه لا، ان الاوبجكت حلالة المشاكل، وراح تساعدني كثير وتختصر علي جهد ووقت كبير بالشغل اللي انا بشتغله. يا ريت يعني انك خلال الفترة القادمة وقبل ما تيجي عندي بكرة على القاعة، لانه ان شاء الله بكرة لقائنا في الجامعة، انك تطبق ان الاوبجكت على تراك موشن، وأول مرة طبقه لحاله، والمرة الثانية اختار معه ايش التراكر. التراكر أول شيء طبقه على بوزيشن، بعدين طبقه على روتيشن، عشان تشوف شو الأوتبوت اللي راح يطلع معك، شو النتائج اللي راح تطلع معك. تمام شباب، تمام. خليكم معي، بس خليني أخذ حضور وغياب. نلتقي بإذن الله غدا إن شاء الله، أرجو منك تطبقها، يعني ما بتعرف ممكن بكرة أعمل لك في كويز هذا الكلام. سامعيني شباب؟ سمعين سمعين يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. خليل ما سمعتش صوتك، ولا قاعد على الكاش؟ لا لا يا دكتور، هيني والله اليوم عطلت. والله كأنك نايم، لا والله مجاولة وينك؟ ما جاء له النايم. مجاولة اللي نايم، اللي فاتح التليفون ونايم. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أنا من باب المزح بحكي معك. يا عادل يا دكتور، الله يسعدك، الله يرضى عليك وبالتوفيق. يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك يا رب.